كيف سيتعامل العراق مع دخول إسرائيل على خط تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي العراقية؟ لا، غير دقيق هذا الأمر حقيقة. هذا جاءت هكذا معلومات إعلامية، احنا حولنا المعلومات إلى الدوائر المختصة العراقية، واليوم تلقيت أنا تقرير القيادة يعني القوة الجوية العراقية وغيرها يشير أن هذا أمر غير ممكن، يعني مستصعب تماما.